في الجزائر تقام الأعراس والحفلات في البيوت أو في قاعات الحفلات أو حتى فوق أسطح المنازل، أو تنصب الخيام في الشوارع لاستيعاب الحضور والمعازيم. لكن يبدو أن أحدهم فكر في طريقة أخرى ليقيم حفلة زفافه. تابعوا هذه القصة لتكتشفوها. مدينة الميلية بجيجل أقيم زفاف وسط الطبيعة الجميلة للمنطقة، وعلى طريقة ربما تعودنا على مشاهدتها في الأفلام. نصبت طاولات متباعدة وسط ديكور طبيعي، وتداول رواد السوشيال ميديا صور الزفاف والعريسين وصور المأكولات التي قدمت في الحفل. كما نشرت مصادر محلية أخبارا تقول إنه حتى خاتم زفاف العريس لعروسته صنع من الخزيران ورصع بالألماس، وهذا ما زاد حسبهم من جمال هذا الزفاف وتميزه. هذه الفكرة سبق وأن جسدها أحدهم، لكن قبالة شواطئ الزيام المنصورية بجيجل دائما. وأنت ما رأيك في زفاف وسط الطبيعة؟ وهل أعجبتك الفكرة؟